الله جل وعلا أمر بالاستغفار، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من الفريضة قبل إذا سلم من الفريضة قبل أن ينصرف إلى أصحابه يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات. ومن صيغ الاستغفار، بل عده النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار، أن يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنوبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وسأله أبو بكر رضي الله عنه ماذا يقول الاستغفار، قال: قل ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي. فالمسلم يستغفر ربه ويتحرى الصيغ الواردة في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن استغفر بأي صيغة لا بأس، لا يترك الاستغفار ويقول: أنا ما أعرف أستغفر، يقول: اللهم اغفر لي أستغفر الله، هذه كل يعرفها ويكثر من ذلك يكثر من ذلك. وأوقات الاستغفار ليس لها وقت محدد، لكن بعد الصلوات، أدبار الصلوات، حينما يحصل من الإنسان خطأ أو تقصير يستغفر الله سبحانه وتعالى، يستغفر الله حينما يحصل منه خطأ أو تقصير. وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، استغفر الله سبحانه وتعالى. موسى عليه السلام قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو العزيز الحكيم. آدم عليه السلام حينما أذنب هو وحواء قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.